أهلا بكم مشاهدين إلى أبرز الأخبار في دقيقة. بعد اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث تطورات اليمن. انفجار عنيف يهز مدينة المنصورة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وانطلاق مؤتمر التطرف وأثره السلبي على التراث الثقافي العربي في العاصمة المصرية القاهرة تحت رعاية الأزهر الشريف، والمحكمة الأمريكية العليا تسمح بتنفيذ مرسوم ترامب بشأن الهجرة. صحيفة تايم الأمريكية تعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شخصية العام 2017. وبراحة يدك ميزة غير مسبوقة لفتح قفل هواتف سامسونج لاستعادة كلمة السر في هواتف سامسونج الجديدة. وللمرة الثانية تحطيم تمثال نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي.